رحمة كله وحزن وعزم ووقار وعصمة وحياء لا تحل البأساء منه عرى الصابر ولا تستخفه السراء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بخير نبي أرسل وشرفنا بأعظم كتاب أنزل وخصنا بخير دين شرع دين الإسلام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ورضي الله عمن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد أنهينا في درسنا السابق الكلام على غزوة بدر وما يستخلص منها من العبر والعظات والأسرار والحكم، وفي مجلسنا هذا سنتكلم بإذن الله سبحانه على بعض الأحداث المهمة التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد. ومن بين هذه الأحداث المهمة الواقعة بين هذين الحدثين العظيمين الجليلين في سيرة مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر وغزوة أحد، من بين هذه الأحداث غزوة بني قينقاع. وهذه غزوة بني قينقاع نسبة إلى يهود بني قينقاع تتمثل في أول خيانة وغدر ومكر بدر من اليهود. ويقول الإمام ابن هشام في سبب هذه الغزوة، يقول: كان من أمرهم، أي من أمر يهود بني قينقاع، أن امرأة مسلمة قدمت بجلب لها، والجلب أي البضاعة التي تجلب إلى السوق لتباع، قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وهذا سوق بني قينقاع كان خاصا باليهود، وجلست إلى صائغ بالسوق، فجعل اليهود يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، ولما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا عليها، أي ضحك عليها اليهود استهزاء بها، فصاحت المرأة، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. إذن هذه أول مكر وأول غدر بدر من اليهود كان سببا في هذه الغزوة. حاصرهم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما حتى نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام في أموالهم وأولادهم إلى غير ذلك مما حكم به عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الواقعة أيها الإخوة الأحباب المتمثلة في هذا الغدر والمكر تدل على مدى ما ركب
في اليهود من طبيعة الغدر والخيانة، فلا تروق لهم الحياة مع من يجاورونهم إلا بأن يبيتوا لهم شرا وأن يحيكوا لهم غدرا ومكرا. وهكذا وقع، وكذلك كان من أمرهم في هذه الحادثة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد أن انتهى من غزوة بدر، ولذلك هذه الحادثة تبيث عن بغض دفين وحقد تمكن في قلوبهم تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لما انتهى عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر الكبرى، جمع عليه الصلاة والسلام اليهود، يهود بني قينقاع، لسوقهم وخطب فيهم وقال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، يعني ما وقع له من القتل والأسر في غزوة بدر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويحذرهم عقاب الله سبحانه وتعالى، لأنه بعث بشيرا ونذيرا. فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما وقع لقريش من النقمة وأسلموا. أمرهم بالإسلام: فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فردوا عليه قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، يقصدون قريشا، فأصبت فرصة، إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس، يعني لئن حاربتنا لتجدننا يعني أشد بأسا وأشد قتالا من قريش. هذا أمر. ثم إن حادثة المرأة التي ذكرناها تدل أيضا كما قلت على حقد دفين وكيد أخفوه منذ غزوة بدر، وذلك لما رأوه ووجدوه من انتصار المسلمين، وهو أمر لم يكونوا يتوقعونه إطلاقا. فضاقت بذلك الانتصار، ضاقت صدورهم بما احتوته من الغيظ والحقد، ولم يجدوا ما ينفسوا به عن صدورهم من ذلك الضيق والحقد إلا بمثل هذا الذي فعلوه بهذه المرأة الشريفة المسلمة، فأقدموا على هذا الفعل الشنيع. وكذلك مما يدل على أن صدورهم، وخصوصا بعد غزوة بدر لما رأوه من الانتصار المؤزر العظيم، مما يدل على أن صدورهم قد انطوت على حقد عظيم وبغض كبير، ما رواه ابن جرير أن مالك بن الصيف، وكان رجلا يهوديا، قال لأحد المسلمين، يعني عند رجوعهم من بدر، قال له: أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا نحن، يقصد اليهود، أما لو أسررنا نحن العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد على قتالنا، لم يكن لكم يد على قتالنا. إذن فهذه الروايات تدل على ذلك الحسد العظيم الذي انطوت عليه قلوب اليهود تجاه المسلمين. فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، حاصرهم لمدة 15 يوما، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، وحتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا له الأمر. وعند ذلك قام الشقي عبد الله بن أبي بن سلول، قام بدور نفاقي بامتياز، لأن هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان حليفا ليهود بني قينقاع، كانوا حلفاء له. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أحسن في موالي، يقصد هؤلاء بني قينقاع. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكررها ثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدخل الشقي يده في جيب درع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب عليه الصلاة والسلام حتى ظهر أثر الغضب على وجهه الشريف، فقال الشقي:
لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاسد و300 دارع تحصدهم في غداة واحدة، وقد كانوا يحاربون معي على الحرب على الأحمر والأسود. إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعامله بالمراعاة، قال له عليه الصلاة والسلام: هم لك، ولكن أمرهم عليه الصلاة أن يخرجوا إلى المدينة وأن لا يبقوا فيها، يعني لا يجاوره في المدينة. فخرجوا إلى أذرعات الشام. وسيدنا عبادة بن الصامت أيضا كان له مع يهود بني قينقاع من الحلف مثل مال عبد الله بن أبي معه من الحلف، يعني أيضا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان حليفا ليهود بني قينقاع، ولكنه تبرأ من هذا الحلف. قال يا رسول الله، هذا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله، قال يا رسول الله إني أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء وولايتهم. ففرق بينما قاله الشقي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وبينما قاله الصحابي الجليل سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي عبد الله بن أبي بن سلول، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لأن عبد الله بن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرؤ أخشى الدوائر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذلك من الأحداث التي وقعت بين غزوة بدر وغزوة أحد، وبالضبط في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة بعد غزوة بدر بشهرين أو ثلاث، وقعت غزوة السويق. وسبب هذه الغزوة أن سيدنا أبا سفيان رضي الله عنه، وكان آنذاك كافرا مشركا، نذر، وذلك بعد أن بعدما أصيبوا بتلك الهزيمة العظيمة في غزوة بدر، نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يبرأ بهذه اليمين وأن يفي بهذا النذر، فخرج في 200 راكب ليبرأ بيمينه، حتى نزل إلى جبل يقال له نيب بقرب المدينة، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، إنه يعلم يقينا أن المسلمين أصبحوا ذا قوة ومنعة، فلم يجرؤ على المهاجمة. فقام هذا أبو سفيان رضي الله عنه بعمل هو أشبه بالقرصنة، فأتى رجلا من اليهود يقال له حيي بن أحطب، فاستفتح بابه فأبى وخاف وانصرف، يعني لم يريد أن يستقبله. ذهب إلى رجل آخر يقال له سلام بن مشكم، وكان سيدا ليهود بني النضير، فاستأذن عليه فرحب به وأذن له وأقراه وسقاه الخمر إلى غير ذلك. ثم خرج أبو سفيان من المدينة، يعني حتى أتى أصحابه، فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من نواحي المدينة، قطعوا وأحرقوا النخلة، ووجدوا رجلا من الأنصار وشريكه فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. فبلغ مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فسارع خرج عليه الصلاة والسلام ليطارد أبا سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا بسرعة فائقة، وطرحوا يعني لما وهم في فرارهم طرحوا كثيرا من أزوادهم، جمع زاد أي مما يقتاتون به من المأكل والمشرب، وطرحوا كثيرا من السويق، وكان نوع من الأكل يعني إن صح التعبير الآن
ما يقال له في عاميتنا الروينة، طرحوا كثيرا من السويق كانوا يحملونه معهم زادا لهم، وتمكنوا من الإفلات، يعني طرحوا هذه الأزوار وطرحوا السويق لكي يتخففوا فيمشوا بسرعة فائقة، وتمكنوا فعلا من الإفلات، وحمل المسلمون ما طرحه أبو سفيان وجماعته من السويق وتلك الأزوار، فسميت تلك الغزوة بغزوة السويق بهذا النوع مما كان يقتات به العرب آنذاك. ثم من الأحداث التي وقعت بين غزوة بدر وغزوة أحد غزوة ذي أمر، وهذه غزوة ذي أمر تعتبر أكبر حملة عسكرية قادها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد، حيث خرج عليه الصلاة والسلام في شهر الله المحرم من السنة الثالثة للهجرة. وسبب هذه الغزوة أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا لكي يغيروا على المدينة، فندب صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 50 و400 مقاتل، واستخلف على المدينة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم في الطريق في خروجهم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، من هؤلاء الذين أرادوا الإغارة على المدينة، قبض عليه الصحابة وأدخل على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه عليه الصلاة والسلام للإسلام فأسلم، وتفرق بنو ثعلبة في رؤوس الجبال حتى سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين، فأدخل ذلك الرعب على قلوبهم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان تجمعهم في ماء يقال له ذي أمر، فأقام عليه الصلاة والسلام شهر صفر كله في ذلك المكان، وذلك لكي يشعر الأعراب وقبائل العرب بقوة المسلمين فيهابونهم. هذه أيضا مما وقع بين غزوتي بدر وأحد. كذلك من الأحداث المهمة الواقعة بين هاتين الغزوتين قتل عدو الله كعب بن الأشرف. هذا كعب بن الأشرف آذى الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام، كان من طواغيت اليهود، وكان من قبيلة طيء، وأمه كانت من يهود بني النضير، وكان من أمر الشقي كعب بن الأشرف هذا أنه لما سمع بخبر بدر وانتصار المسلمين وقتل صناديد قريش والمشركين، لما سمع بهذا الخبر قال أحق هذا، يعني أراد أن يتأكد من الخبر، أحق هذا، هؤلاء أشراف العرب، يقصد صناديد قريش الذين قتلوا، هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خير من ظهرها، هكذا قال حتى تأكد له الخبر بنصر المسلمين وهزيمة المشركين وقتلهم شر قتله. فلما تأكد من الخبر انبعث يهجو مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح المشركين وقريشا، يعني يهجو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح عدوه، ولم يكتفي بهذا القدر ولم يتوقف عند هذا الحد، حتى ركب إلى قريش، ذهب إلى قريش وجعل يعني ينشد أمام كبار قريش الأشعار يبكي فيها قتل المشركين في غزوة بدر، ما يقصد بذلك إلا ليذكي حقد المشركين ويزيد في غيظهم وحقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يخرجوا مرة أخرى لقتاله. فسأله سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه، كان ينشد الأشعار ويمدح قريشا ويهجم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أبو سفيان أديننا أحب إليك أم دين محمد؟
وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال الشقي كعب بن الأشرف: أنتم أهدى سبيلا، يقصد قريش. فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم رجع إلى المدينة هذا كعب بن الأشرف، ولما رجع إلى المدينة أخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومعنى يشبب أي يتغزل بنساء الصحابة ويصف حسنهن في أشعاره، وهذا فيه من الإداية ما لا يخفى، وفيه يعني من الإصابة بعرض الصحابة رضي الله عنهم حيث مس نساءهم رضي الله عنهم. إذن فلما بلغ الأمر إلى هذا الحد آذى الصحابة بلسانه أشد الإيذاء، حينئذ قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف سيدنا محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، وهؤلاء الثلاث كلهم تمكنوا من قتل هذا الرجل الشقي كعب بن الأشرف، والقصة في ذلك طويلة. ورجعوا لما قتلوه رجعوا حتى إذا بلغوا البقيع، بقيع الغرقد، كبروا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره فعرف أنهم قتلوا كعبا. فلما انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله، ووجهك يا رسول الله. إذن هذه أيها الأحبة في الله بعض الأحداث التي ينبغي على المسلم أن يطلع عليها، وهي كلها وقعت بين الحدثين العظيمين غزوة بدر التي سبق وأن تكلمنا عنها، وغزوة أحد والتي سنتطرق إليها في درسنا القابل إن شاء الله، وما تحمله لنا من عظات وعبر وحكم وأسرار. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.